كما قلنا، يعني كان هناك نشرية قام بها المعهد القومي للإحصاء بتونس، أعلن فيها عن إحصائيات التضخم لشهر أكتوبر سنة 2021. طبعا نسبة التضخم هناك نسبتين، يعني نسبة تحتسب بالانزلاق الشهري، يعني أكتوبر 2021 مقارنة بسبتمبر 2021، ونسبة التضخم بالانزلاق السنوي والتي هي أكثر أهمية، وهي معدل ارتفاع الأسعار في شهر أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020. بالنسبة للانزلاق السنوي، إذا كان هناك ارتفاع هام للأسعار ب 0.9% في شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر. هذا الارتفاع يعود خاصة لارتفاع أسعار الملابس 6.4%، وأسعار المواد الغذائية ب 0.9%، وكذلك أسعار خدمات التعليم ب 1.7%.